أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد، عليه أفضل الصلوات والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله. أخواني الطلبة، بكالوريا اليوم قدامنا متتالية ملاحة بزاف، هي في الحقيقة بكالوريا أجنبية، وفي نفس الوقت اختبار ثلاثي الثالث واختبار تجريبي باك بلون. داروا باك بلون مديرية التربية لولاية خنجلة، ثانوية السجني. ثانوية السجني واش عطاهم؟ عطاهم متتالية. أنا عجبتني المتتالية هذه، فيها أفكار ملاح، وفي نفس الوقت الطالب ماذا به يخدم شوية المتتاليات اللي فيهم الأفكار، لأنه البكالوريا ما يضمنش واش راح تجي أفكار صعيبة ولا سهلة ولا كذا، لابد أنه يتعرف على جميع الأفكار. واش تقول المتتالية؟ بسم الله الرحيم. يقولك نعتبر المتتالية العددية هي أن المعرفة من أجل الكل على الطبيعة أن بالعلاقة التراجعية، لاحظ إي صفر تساوي 3 على 2، والعلاقة التراجعية هذه إي أن زائد 1 تساوي 1 زائد جذر إي أن ناقص 1. السؤال الأول هو سؤال تاع برهان بالتراجع، يقولك بين أنه من أجل الكل على الطبيعة أن، فإن إي أن محصورة بين 1 و 2. السؤال الثاني عفوا، بين أن المتتالية إي أن متزايدة واستنتج انها متقارب. السؤال الثالث يقولك نعتبر المتتالية في ان المعرفة ب في ان تساوي لوغاريتم يو ان ناقص 1، يو ان ناقص 1 من اجل الكل على الطبيعي ان، بين ان المتتالية في ان هي هندسية يطلب تعيين اساسها كولون وحده الاول في صفر. واخر سؤال هو قالك حدد لا ليميت نهاية في ان واستنتج نهاية يو ان بطبيعة الحال لما ان تؤول الى زايد من النهاية. نماذا بكم أعزائي الطلبة أنكم ديروا بوز هنا للفيديو، تحاولوا وحدكم في المتتالية، تحاولوا فيها وحدكم ها، ومن بعد تشوفوا الحل مع الأستاذ. ماذا بينا أنه التلميذ مهم جدا أنه يحاول وحده. بسم الله الرحمن الرحيم، نبداو نحلوا في المتتالية بعد ما تكونوا أنتم بطبيعة الحال حاولتوا فيها. بسم الله. إذا نكتب، نعاود نكتب العلاقة التراجعية تاعي، يو صفر تساوي 3 على 2 و U1 زائد 1 تساوي 1 زائد جذر U1 ناقص 1. U1 ناقص 1 كبيرة، ماشي U1 ناقص 1، واضح؟ إذا السؤال الأول واش قالنا؟ شوفوا السؤال الأول، واش قالنا السؤال الأول؟ تبيان أن المتتالية U1 تاعي محصورة بين 1 و 2. 1 و 2، احنا نستعملوا البرهان بالتراجع كما قد علمتم. احنا شفنا في الدرس بلي البرهان بالتراجع يخدم مع بزاف من المتتاليات، لانه بحكم ان المتتاليات يخدموا في مجموعة الاعداد الطبيعية، والبرهان بالتراجع يعتمد على مجموعة الاعداد الطبيعية فقط. يعني يكون تكون عدد يقول لي برهان من اجل كل عدد اكس عدد حقيقي او عدد صحيح ولا كذا، ما نستعملوش البرهان بالتراجع. البرهان بالتراجع يقتصر على مجموعه الاعداد الطبيعيه فقط. البرهان بالتراجع، اذا نبرهن بالتراجع، نشوف الخطوات البرهان بالتراجع اللي لازم يتحفظ. اول حاجه راح نسمي الخاصيه، دائما يتعود الطلب انه كي يقول لي بين مقدار او بين معادلة ولا كذا، نسمي المعادلة تاعي هذيك ولا الشيء اللي حنبرهنوه نسميه الخاصية بي دي ان، هي يو دي ان محصورة بين 1 وبين 2. لاحظ مليح، سمينا الفرضية هذه تسمى بفرضية التراجع بي دي ان. إذا حنا نبرهنوا بلي يو ان محصورة بين 1 وبين 2. البرهان بالتراجع كما قد علمتم أعزائي الطلبة عنده ثلاث خطوات، أولا ثانيا وثالث. لازم تعود برهان بالتراجع عنده ثلاث خطوات أساسية، التلميذ لازم دائما يكون حافظهم وفي نفس الوقت يكون فاهمهم. إذا الخاصية رقم 1 لبرهان بالتراجع واش تقول؟ نتحقق من صحة الخاصية بي دي ان من أجل أول عنصر. ما معنى الهضرة هذه؟ شو معنى نتحقق مساحة خاصية بي دي ان من أجل أول عنصر؟ لاحظ عزيزي الطالب، هو كيقول لي بين أو برهن ولا كذا، يعطيك
المجموعه اللي راح تخدم فيها. لاحظ انا نعاود نرجع للسؤال في سوجي، قال لك بين انه من اجل كل عدد طبيعي ماذا ان. شكون هو اول عنصر في المجموعه هذه؟ هو الصفر. نعم، لكن كون قال لي بين انه من اجل كل عدد طبيعي ان غير معدوم، شكون هو اول عنصر؟ اول عنصر هو واحد. تمام ولا؟ اذا مادام قال لي من اجل كل اول عنصر، ها تسمى هنا اللي هو شكون؟ اللي هو ان يساوي الصفر، هذا هو اول عنصر. يعني نحسبه وش هي بيدي صفر. يعني هل ترى بيدي صفر محققه ام ماذا؟ ام لا؟ هنا اذا كانت بيدي ان هي يو ان محصوره بين واحد واثنين، فبيدي صفر هي نثبت باللي يو صفر. هل ترى يو دي صفر هل هي محصوره بين واحد وبين اثنين ام لا؟ هذا هو هذا هي السؤال المطلوب. لاحظوا يو صفر في العلاقة الترجوية تاعنا، واش كتب لنا يو صفر؟ لاحظوا في العلاقة الترجوية يو صفر شكون هو الحد الأول تاعنا تاع المتتالية؟ هو 3 على 2. واش معنى 3 على 2؟ يعني 1.5. ولاحظوا بلي 1.5 فعلا محصور بين واحد وبين اثنين، ها؟ وبالتالي العلاقة تاعنا واش بينها؟ محققة. إذا واش درنا؟ درنا تحقق. إذا مش الشرط الأول تاع برنامج التراجع واش هو؟ ها؟ الخطوة الأولى هي نتحقق. إذا تحققنا باللي 3 على 2 فعلا محصورة بين واحد وبين اثنين محققة، كون يو صفر تاعنا راهو يساوي 3 على 2. إذا اللي واضح. مليح. روحوا الخطوة الثانية تاع برنامج التراجع واش تقول؟ هي نفرض صحة الخاصية بي دي ان. نفرض صحة عفوا الخاصية بي دي ان. إذا نفرضوا فعلا أن الخاصية بي دي ان تعني اللي هي يو ان محصورة بين واحد واثنين، نفرضوها فعلا بلي راهي صحيحة. هذا هو البرهان بالترجم. الخطوة الثانية نفرض صحة الخاصية بي دي ان. الخطوة الثالثة واش راح نديرو؟ واش راح نديرو؟ وهذه الخدمة، الخدمة الكبيرة هي في المرحلة الثالثة. نبرهن على صحة الاستلزام. نفهمك فيها. بي دي ان يستلزم بي دي ان زائد واحد. شمعنى الكلام هذا؟ هذه ممكن تلقاوها في بعض الكتب، الاستلزام هذا ممكن الطالب ما يفهموش بحكم انه المنطق الرياضي تنحى من البرنامج، ها؟ تنحى من البرنامج الاستلزام والتكافؤ ومكمل الوجود ومكمل الكل، تنحاو كل من البرنامج. اذا ما معنى كلمه بي ان يستلزم بي ان زائد واحد؟ يعني اذا كان الخطوه صحيحه من اجل بي دي ان، يعني هل هي صحيحه من اجل الخطوه المواليه اللي هي بي ان زائد واحد؟ يعني نجم نكتبه بطريقه بسيطه. واش نقولوا؟ نبرهن على صحة الخاصية ماذا؟ بي ان زائد واحد. انا واش يدير؟ دير عزيزي الطالب، تروح انت وانت تلقى هذه الخاصية بي دي ان، وانت تلقى ان ضيف له واحد. اذا يا هل ترى واش الخاصية بي ان زائد واحد تاعي؟ هاي الخاصية بي ان زائد واحد. عزيزي الطالب راح تبرهن باللي يو دي ان زائد واحد هنا الخدمة. يا هل ترى فعلا محصورة بين واحد وبين اثنين؟ ها؟ عين ان يو ان محصوره بين واحد بين اثنين، درك يو ان محصوره بين واحد واثنين، ها؟ ولات واش بها؟ ولات صحيحه. واش كتبنا هنا؟ نفرض صحه الخاصيه بي دي ان. كيف راح نحل هنا؟ كيف راح ندير؟ راح نقول لدينا فرضا، شوف بدايه الحل كيف تكون، دائما دائما نستعملوا الخاصيه رقم اثنين، نستعملوها، ها؟ نستخدموها في الخاصيه رقم ثلاثه. لدينا فرضا يو ان، تبع مليح عزيزي طلب، محصورة بين واحد وبين اثنين، صح؟ فرضناها بلي راهي صحيحة. واش نديرو؟ هنا نعاود نرجعو عزيزي طلب، لازم نرجعو للعلاقة الترجعية تاعنا. هنا أنت عندك واش عندك؟ عندك أن هذه محصورة بين واحد واثنين. درك أنت كيفاه السؤال مطروح؟ كيف من أن أصل إلى أن زائد واحد؟ كيف؟ وكأنه أن زائد واحد هو القصر تاعك، هو القصر. ويو ان هي الطوبة. إذا كيفاه من طوبة نوصل لقصر؟ شوف كيف راح نديرو. نحكم من يو ان هذه، من يو ان راح نقصو، راح نبدا نبني، راح نقصو واحد ومن بعد نجذر ومن بعد نزيد واحد. وعيد، كيف من يو ان نرجع ليو ان زائد واحد؟ كيف؟ كيف؟ نرجع للعلاقة التراجعية، راح نقص واحد ونجذر ونزيد واحد. وما كاينش اللي يقولك زيد ولا ضرب فيه اثنين ولا ثلاثة، عاد العلاقة التراجعية. إذا واش نكتبو هنا؟ نكتب هنا نرجع للعلاقة التراجعية. هذه
هذا الكلام مني، هذه كملاحظة للطالب برك باش يفهم. لدينا يو ام قلنا محصورة بين واحد وبين اثنين، يعني نعاود لك عزيزي طالب باش تفهم مليح واش غنديرو. قلنا نقص واحد، ما نقص واحد صغير، نقص واحد كبير، نقص واحد من ونقص منا من واحد ونقص منا واحد. إذا واش درت هنا، لاحظ مليح عزيزي طالب، نقصت واحد من ونقصت واحد من ونقصت واحد من، إذا طرحت واحد من الأطراف الكل. لاحظ مليح واحد ناقص واحد قداش هو صفر، في ان ناقص واحد واثنين ناقص واحد وش هي واحد. مليح، واش درت هنا؟ نقصت واحد. واش ندير من بعد؟ عاود نرجع لك العلاقة التراجعية، حنا نقصنا واحد، واش ندير؟ نجذر. لكن هنا كي نجي نجذر لازم نطرح السؤال نفسي، حنا قلنا مقدار كي نجذرو لازم يكون موجب. يا هل ترى يو ان ناقص واحد موجب ولا سالب؟ نعم راه موجب تماما. علاش؟ لاحظ يو ان ناقص واحد محصور بين صفر وبين واحد، إذا نجذرو ما تخافش. نجذر الأطراف والمتراجعه ككل، نجي جذر صفر، نعاود نكتبوها باش نفهمو مليح. في ان ناقص واحد، انا دائما نشرح للطالب الضعيف جدا باش هكذا يستفادوا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا سيروا حسب ضعفائكم باش الطلبه كل يستفادوا. جذر صفر، جذر اي ان ناقص واحد، جذر واحد، جذرت كل شيء. لاحظ عزيزي طالب، جذر صفر وش هو؟ جذر صفر هو صفر صح، اقل من جذر اي ان ناقص واحد. شو ناقص واحد كتبتها كبيره، وجذر واحد قداش هو واحد. مليح، نعاود نرجع العلاقة التراجعية باش نشوف. إذا واش درت؟ نقصت واحد، من بعد جذرت، واش خص؟ إيه؟ راح نزيد واحد، راح نزيد واحد. علاش؟ باش نلحق لوين هذاك الكل؟ باش نلحق لو إيه نزيد واحد. إذا واش ندير هنا؟ نضيف واحد، نقولوا بإضافة واحد. واش نضيف هنا؟ راح نضيف واحد، نعاود نكتبها، صفر أصغر من جذر يو دي أن ناقص واحد، أصغر من واحد، إيه؟ نضيف واحد بإضافة زيد واحد، نجد كي نضيف منا واحد صفر زيد واحد هو واحد. إيه كي نضيف هنا واحد عطينا جذر إي أن ناقص واحد زايد واحد، وكي نضيف هنا واحد زيد واحد قداش؟ اثنين. شكون هي عزيزي طالب؟ جذر إي أن ناقص واحد زائد واحد، شكون هي هذه؟ هذه ككل هي إي أن زائد واحد. لاحظ وصلت للقصر تاعي. هي واش بها هي زيد واحد؟ واش بها؟ محصورة بين واحد وبين اثنين. شكون هي اللي كنا نهضرو عليها قبيلت هذي؟ شكون هي؟ لاحظ بلي هي، نعاود نرجع للورا، شكون هي؟ هي بي ان زائد واحد. إذا توصلت هذي هي نفسها، صح ولا مش صح؟ إذا واش نقولو ديك الساعة؟ إذا بي ان زائد واحد صحيحة، هذا وصلت بي ان زائد واحد محصورة بين واحد واثنين، هذي هي بي ان زائد واحد، بالتالي بي ان صحيحة. اش معنى الهضرة هذي؟ أي أن يو ان فعلا محصورة بين واحد وبين اثنين، يو ان محصورة بين واحد وبين اثنين. وهذا هو بيت قصيد عزيزي طالب، لكن بعد نشوفوا من يو ان هذه محصورة بين واحد واثنين راح نسنجو حوايج بزاف. خلاص أول حاجة راح نسنجوها راح نشوفوها من بعد، أنه يو ان محدودة من الأعلى باثنين، يو ان أقل من اثنين. نمشيو بالسيستم العكسي، كي تلقاو اقل لغوي نقولوا محدوده من الاعلى، كون جات اكبر نقولوا محدوده من الاسفل. قلنا كذلك بلي ان اقل من اثنين نستخدموها في البرهان كذا كوش باش نبرهم بلي المتتاليه متزايده، نستخدموا ان اقل من اثنين او اقل من واحد. قلنا كذلك نستخدموها ونستنتجوا بها النهايه، نستخدموا بها النهايه بزاف. اذا كون يطرب عليا السؤال ليميت يو ان جاي من بعد، تسمى ليميت يو ان لازم نلقاوها تساوي اثنين، شوفوا من بعد. إذن هذه فيها بزاف بزاف خدمات. إذن وبالطريقة هذه، الطريقة هذه جاوبنا على السؤال رقم واحد، السؤال رقم واحد. روح السؤال رقم اثنين واش يقول؟ السؤال الثاني قالنا بين أن يو ان متزايدة، يو ان متزايدة. إذن تبيان أن يو ان متزايدة. إذن أنا عزيزي طالب باش نبين له بلي المتتالية متزايدة، ها؟ لازم نرجعوا للدرس. واش يقول الدرس؟ يقول لك بلي يو ان متزايدة
إذا وافقت إذا كانت. ماذا؟ لازم نلقاو إي أن زايد واحد ناقص إي دي أن أكبر من الصفر. لازم نلقاو إي أن زايد واحد ناقص إي أن لازم نلقاوه موجب، إذا لازم الفرق هذا لازم نلقاوه واش به؟ موجب. نرجع سطر نحسبوه الصح، حساب إي أن زايد واحد ناقص إي أن. لاحظ مليح عزيزي الطالب الفرق هذا إي أن زايد واحد ناقص إي أن كاين في بعض المتتاليات كيجي تحسبوه يجيك بسيط. تحسب إي أن زايد واحد ناقص إي أن بطبيعة الحال مع العلاقة التراجعية تعوض، لازم نعوضو إي أن زايد واحد من العلاقة التراجعية ونطرح منو إي أن ونستخدمو الخاصية هذه اللي لقيناها تاع برهان بالتراجع يجينا بسيط. لكن في بعض الحالات باش نبرهنو بلي المتتالية تاعي متناقصة أو متزايدة الفرق هذا راح يجينا صعيب بزاف خلاص. مش صعيب يعني كي نقول بزاف مش باش نخوفك ولا كذا، لكن فيه خدمة، راح يكون فيه خدمة سيرتو كي يكون عندنا جذور، سيرتو كي يكون عندنا جذور. إذا كي نجيو نحسبو إي أن زايد واحد ناقص إي أن واش نديرو؟ نرجعو للعلاقة التراجعية تاعنا، واش راح نديرو؟ راح نحيو إي أن زايد واحد هذي نعوضوها بالقيمة تاعها، إي أن زايد واحد ها اللي هي واحد زائد جذر إي أن ناقص واحد نعوضوها بالقيمة تاعها. إذا واش راح نديرو هنا؟ راح نحيو إي أن زايد واحد هذي نعوضوها بالقيمة تاعها اللي هي واحد زائد جذر إي دي أن ناقص واحد، إيه ناقص إي دي أن، ناقص إي دي أن، مليح؟ واضح. درك المقدار هذا ما نجموش نعرفوا عليه أسكو راهو موجب أسكو راهو ساد منا كذا، ما نجموش نشوفوه بلي موجب ولا ساد. هنا الحل الوحيد واش راح نديرو؟ لازم باش نعرفوا المقدار هذا سيتو كي يكون جذري لابد أني نضرب في المرافق. إذا نعدلوه الساحة ما نضرب في المرافق، نعدلوه بالطريقة هذه. جذر إي أن ناقص واحد نجم نكتبوها زايد واحد ناقص إي دي أن، تمام؟ واضح. إذا هنا واش نديرو باش الأمور تاعنا تكون مخدومة بطريقة بسيطة؟ نجمو نزلو ناقص كعام مشترك هنا باش نبينو برك شكون هو المرافق تاعنا. نجمو نزلو ناقص كعام مشترك تبقى لنا إي دي أن ناقص واحد. راح نضرب المقدار هذا، المقدار هذا اللي قاعد تشوفوا فيه باش نحدوه، ما نجموش نعرفوا اسكو راهو موجب ولا سالب. هنا واش لازم ندير؟ نضرب في المرافق. لاحظ المرافق تاع المقدار هذا الكل وديك المرافق نكتبوه باللون الاحمر هو جذر، او باللون الازرق استعملوا شويه الالوان، هو جذر اي دي ان ناقص واحد زايد إي دي أن ناقص واحد على جذر إي دي أن ناقص واحد زايد إي دي أن ناقص واحد. إذا واش درت هنا؟ عكست الإشارة هذه، كانت ناقصة واش رجعت؟ رجعت زايد، ونضرب ونقسم على نفس المقدار. واضح؟ إذا نطلع شوية كتابة للمشاهد باش يشوف مليح ها المرافق، تمام؟ إذا حافظت المقدار الجذري هذا كما هو، وش هو عكس الإشارة هذه كانت ناقص هنا رجعت زايد. لاحظ هنا الكسر هذا كل المقام تاعو كل واش به؟ هو واحد. راح نضرب البسط في البسط والمقام في المقام، هذا كل هضرة كل باش نعرفوا الإشارة فقط تاع جذر إي أن ناقص واحد زائد واحد ناقص إي أن. إذا كي نجي نضرب مقدار البسط في البسط نلقاو متطابقة شهيرة دوما كما قد علمتم، أ ناقص بي في أ زائد بي وهو مربع الأول، هو أ مربع ناقص بي مربع، إذا هو جذر إي أن ناقص واحد مربع ناقص إي دي أن ناقص واحد مربع على مقدار هذا في المقدار هذا وجذر إي دي أن ناقص واحد زايد إي أن ناقص واحد، تمام؟ وما نساوش روحنا أخوتي بلي حنا نحوسو على ماذا؟ نحوسو على الإشارة، حنا نحوسو على ماذا؟ نحوسو على الإشارة. هنا عندنا التربيع روح من الجذر تبقى لنا إي أن ناقص واحد ناقص إي أن ناقص واحد الكل مربع، ناقص إي أن ناقص واحد الكل مربع على جذر إي أن ناقص واحد زايد إي أن ناقص واحد، تمام؟ هنا الشيء اللي راح ينساه الطالب دوما، احنا لاحظنا دائما بحكم الممارسة أنه الطلبة ينساو حاجة، واش ينساو؟ ينساو البرهان بالتراجع. راح يقول لي واحد يا استاذ ما علاقه البرهان بالتراجع في السؤال رقم 2؟ احنا برهان التراجع احنا كملناه صاي. لا احنا ما كملناش البرهان بالتراجع، البرهان بالتراجع دائما
الفرضيه البرهان اللي خدمناه في السؤال رقم واحد يبقى دائما قلنا يمشي معنا. ما نساوش باللي برهنا باللي ان ما نساوهاش هذه باللي راه محصور بين واحد وبين اثنين. ما معنى ان محصور بين واحد واثنين؟ لاحظ بلي زائد واحد هذه كنقولها للطرف الاخر واش ترجع؟ ترجع ناقص واحد. معنى ان ناقص واحد راهو كيف تقراك؟ راهو اكبر من الصفر. صح؟ وان ناقص اثنين راه اقل من الصفر. فاهمين؟ اذا تابع مليح عزيزي الطالب. وهنا هنا العفسه اللي لازم التلميذ لازم يشوفها ويفيق لها. انه ما لازمش نخدم وانا نطبس راسي. لازم نخدم وانا الحوايج اللي برهنتهم كلها ذي الرياضيات. الرياضيات هي ماذا؟ هي لغه الدقه. هي لغه انه التلميذ يخدم وما ينساش. اذا هنا لاحظ الكسر اللي وصلنا له نعاود نكتبوه هنا. يو ان ناقص واحد ناقص فتح قوس يو ان ناقص واحد يكون مربع على جذر يو ان ناقص واحد زائد يو ان ناقص واحد. لاحظ عزيزي طالب كون نقول لك ملاحظه انا هل توافقني ولا ها؟ واش رايك كون نقول لك باللي المقام هنا راهو موجب تماما؟ هل هذا صحيح ام لا؟ بحكم ماذا موجب تماما؟ اذا لدينا الآن محصورة بما بين واحد وبين اثنين، أي شو الكلام هذا وش معناه؟ الآن محصورة بين واحد واثنين، معناه الآن نقص زائد واحد طفلة يرجع ناقص واحد، اش به؟ أكبر من الصفر، تسمى هذه تبقى لك صفر أقل، ها؟ واحد كينقلوه يرجع هنا ناقص واحد، وهنا يتقرا وش يتقرا؟ يتقرا صفر أقل من الآن ناقص واحد، معناه كينقراه بالعكس، معناه الآن ناقص واحد أكبر من صفر، اش فعلها مليحة؟ تمام؟ واضح ولا؟ واضح، زيد. كذلك نجمو نشوفو حاجة مثلا يو ان أقل من اثنين نجمو نقراوها بلي يو ان واش بها؟ ناقص اثنين أقل من الصفر. حنا واش تهمنا بزاف هذا؟ علاش؟ يو ان ناقص واحد راهو موجب. عاود اقرا المقام. عندك جذر يو ان ناقص واحد هذا معروف أنه الجذر دوما موجب. هذه معروفة بديهية من سنة الرابعة متوسط قريتو بلي الجذر راهو دوما واش به؟ موجب. تمام؟ باه. إذا جذر إي أن ناقص واحد موجب، ونزيدوا له إي أن ناقص واحد هذا اللي راهو موجب، تسمى موجب زائد موجب، تسمى المقام ككل واش به؟ راهو موجب. فاهمين؟ تسمى تبقى الإشارة تاعي من إشارة ماذا؟ من إشارة البسط. إذا واش قال لك أنا الكسر كل؟ قال لك أخويا اتصل بالبسط، إذا كان البسط قال لك أنا موجب تسمى الكسر كله موجب. إذا نكتفي بدراسة إشارة ماذا؟ البسط. بحكم انه واش كون المقدار نزيدو نعلو ونثبتو مرواحنا مليح زائد اي ان ناقص واحد واش به راهو موجب. اوكي باه نعيطو البسط. شكون يقول البسط؟ اي ان ناقص واحد ناقص اي ان ناقص واحد الكمر. اذا كيف نحدو درك الاشاره تاع المقدار هذا؟ هنا واش نجمو نديرو عزيزي طلب؟ نجمو نهزو، لاحظ هذا يعتبر عامل مشترك، نجمو نهزو اي ان ناقص واحد كعامل مشترك اللي هو واش قلنا عليه؟ قلنا عليه موجب. كي نهز اي ان ناقص واحد كعامل مشترك منه يبقى المعامل تاعو شكون هو؟ اللي هو واحد. وكي نهز منه اي ان ناقص واحد كعامل مشترك لاحظ بلي راه مربع تبقى ناقص اي ان ناقص واحد. تمام؟ هاو كون نعاود النشر اي ان ناقص واحد في واحد هو اي ان ناقص واحد. يو ان ناقص واحد في ناقص يو ان ناقص واحد هو ناقص يو ان ناقص واحد الكل مربع. تمام؟ نعدلوها يو ان ناقص واحد بين قوسين جدا. اذا راح ندخل اشاره ولا ندخل واحد لداخل ترجع لنا واش ناقص تبع مليح يو ان واحد كي يدخل داخل راح يرجع ناقص واحد بيسك مع الناقص هذا. ناقص واحد وناقص واحد واش تعطيك؟ تعطيك ناقص اثنين. صح ولا ها؟ كون تحب تنشر تعطيك ناقص اي ان وناقص في ناقص قداش؟ زي اثنين. في الحقيقة هذا واحد مع ناقص ناقص واحد راهو اثنين. فاهمين؟ إذا هذه راهي ماهيش ناقص اثنين، هذه في الحقيقة راهي مع الناقص هذه راهي زي اثنين. إذا واحد كي دخلناه لداخل مع الناقص يرجع ناقص واحد. كي لقى ناقص واحد يرجع؟ يرجع ناقص اثنين. هكا؟ بون. نزيدو نذكر لدينا اي ان تبع مليح. يعني قلت لك متتاليه مليحه فيها افكار مليح بزاف محصوره بين واحد واثنين. اي واش معنى الهضره هذه؟ نزيد عاود نذكر واحد كيدور معناه اي ان ناقص واحد راهو موجب. هي واثنين كيدور مع
معنا اي ان ناقص نين راهو سالب صح. انتبه مليح، اي ان ناقص واحد موجب، نروح نديرو عليه باللون احمر موجب، ما كانش مشكل ها موجب. اوكي اي ان ناقص نين واش به سالب، اذا اي ان ناقص نين راهو سالب. سالب مع السالب باش يرجع، ما نساوش بلي ناقص هنا لبرا صح. اذا كان اي ان ناقص نين سالب مع السالب هذه واش يرجع، يرجع موجب، وموجب في الموجب باش يرجع، يرجع لك هذا كل واش به اكبر تمام من الصفر، اي مقدار من هضره هذيك واش نقولوا، اي ان اي ان ناقص واحد جودة ناقص اي ان ناقص نين واش بها راهو اكبر تمام من الصفر. واضح لها؟ اذا المقدار هذا شكون هو؟ هو اي ان زائد واحد ناقص اي ان، اي اي ان زائد واحد ناقص اي ان اللي ديما رمناها واش بها راهي اكبر تمام الصفر، بالتالي بالتالي ماذا؟ بالتالي اي ان هي متزايده على جروند ان، يعني على مجموعه الاعداد الطبيعي. وضع مش مليح، واضح؟ الله يبارك. اذا نرجعوا للسؤال الموالي واش يقول، بعد ما برهنا بلي المتتاليه تاعنا متزايده، نعاود نرجعوا للسوجي تاعنا. واش يقول السوجي تاعنا؟ ثم استنتج ان المتتاليه متقاربه، استنتج ان المتتاليه اي ان متقاربه. راح نرجعوا للنظريه، واش تقول النظريه؟ النظريه تاعنا تقول لك واش، غادي نديروها على شكل رسمه، رسم بسيط جدا باش نفهموا. المتتاليه وقتها تكون متقاربه اذا كانت متناقصه ومحدوده من الاسفل، لازم يصرى لو كونتاكت، متناقصه ومحدوده من الاسفل فهي متقاربه. انتبه مليح عزيزي الطالب. او تكون متزايده، متزايده هي ومحدوده من الاعلى فهي متقاربه. اذا لاحظ عزيزي الطالب بلي عندنا زوج تعاريف متقاربه، اما تكون متناقصه، نشوف حدره متناقصه ومحدوده من الاسفل، تحدى من الاسفل باش يتلاقاو تمام، او متزايده ومحدوده من الاعلى باش يتلاقاو، فنقولوا لها بلي راهي متقاربة، نقولوا لها بلي راهي متقاربة. أو النظرية تاع الدوزيام اني إذا كانت النهاية تاعها ها تقول لما ان أو زد من تعطينا تساوي عدد فهي متقاربة. لكن حنا نخدموا بالاستنتاج، مادام قلت لك استنتج أي مما سبق، واش راح نقول هنا؟ لدينا حنا برهنا، لدينا تبع مليح عزيزي طالب، لدينا إي ان محصورة بين واحد أم اثنين، أي اي ان اقل من اثنين صح ولا؟ اي ان محصوره بين واحد اثنين، نجمو نكتبو اي ان اقل من اثنين، بالتالي شمالها اي ان محدوده من اثنين، معناها المتتاليه اي ان تاعك راهي محدوده من الاعلى بالقيمه قداش؟ باثنين. اذا نشفى بلي راهي محدوده من ماذا؟ محدوده من الاعلى. ايه ولقينا بلي كذلك بلي اي ان تاعك شبيها متزايده، وراهي المتتاليه تاعك متزايده. اذا حسب التعريف، حسب النظريه، المتتاليه متزايده ومحدوده من الاعلى، اذا واش نقولوا؟ اذا المتتاليه اي ان تاعك شبيها متقاربه. هذا ما كان استاذ، هذا ما كان. اذا كانت المتتاليه تاعك محدوده من الاعلى ومتزايده، هي فالمتتاليه متقاربه، هذا التعريف. واضح؟ ننتقل مباشره الى السؤال الثالث. واش يقول السؤال الثالث؟ واش يقول؟ يقول نعتبر المتتالية، السؤال الثالث عفوا، نعتبر المتتالية في ان المعرفة بالشكل في لي ان تساوي الان يو لي ان ناقص واحد. ما تخافش عزيزي الطالب من اللوغاريتم، طبق التعريف تاعك عادي. واش هو السؤال؟ واش هو السؤال؟ بين ان المتتالية هندسية، بين ان المتتالية هندسية. واش نقولوا؟ نمشيو دوما بالمنهجية البكالوريا، راح نقولوا المتتالية في ان متتالية، تمليح عزيزي طالب منهجية، متتالية هندسية يطلب عليا، إذا كانت ماذا؟ في لي ان زائد واحد تساوي في لي ان في كولون. هذا هو التعريف تاع المتتالية هندسية. وقت نقول المتتالية بلي متتالية هندسية، نرجع سطر، حساب في ان زائد واحد، حساب
في ان زد واحد. لما كانت فيري ان تساوي لوغاريتم يو ان ناقص واحد كبيرة، فإن واش راه نديرو؟ ونلقاو ان نزيدو لها واحد، فإن في انتبه مليح ان زائد واحد، لكن نكتب ان زائد واحد. حنا نوضح برك فقط الطلبة كيفاش نزيد واحد ديال المتتالي، باسكو بعض الطلبة كيجيو يزيدو واحد. شوف الخطأ الشائع تاع الطلبة، كيجي يحسب في ان زائد واحد، يزيد واحد من المعادلة ويزيد واحد من المعادلة، ممكن يزيد واحد لداخل ويقولك زائد واحد يروح مع ناقص واحد. لا، انا كي نجي نحسبو في ان زائد واحد يعني نتبع ان نونية، يعني ونلقى ان نزيد لها واحد. زائد واحد صغيرة، تمشي صغيرة، تتبع ان، ما عندهاش علاقة بناقص واحد هذا اللي الفوق، حذري راهو يتبع ان، زائد واحد يتبع ان، واضح؟ ايه دوما كما جرت العادة واش نديرو؟ واش نديرو؟ راح نرجع لعلاقة التراجعية تاعي، إذا في ان زائد واحد تيميد واش يدير؟ راح يعوض ماذا؟ يعوض يو ان زائد واحد هذه من العلاقة التراجعية اللي مكتوبة هنا، يو ان زائد واحد هي واحد زائد جذر يو ان ناقص واحد، إذا واش راح نديرو؟ حنكتبها باللون المخالف، باللون الأخضر، يو ان زائد واحد واش هي؟ قلنا هي واحد زائد جذر يو دي ان ناقص واحد، إيه؟ وناقص واحد هذه تهبط كما هي. ناقص واحد تبع مليح، اذا اللي باللون الاخضر هذه فقط هي يو ان زائد واحد، هي العلاقه التراجعيه تاعي هذه، هذه ككل هي يو ان زائد واحد فقط، عوضناها منين؟ من العلاقه التراجعيه. وناقص واحد هذا هبط كما هو. هنا اش ما كان عندي تبسيط، بس تلاحظ عندي تبسيط صح، عندي زائد واحد هذا راح يروح مع ناقص واحد هذا. واش تبقى لنا؟ تبقى لنا في دي ان زائد واحد تساوي الان جذر يو ان ناقص واحد. تمام؟ واضح مش واضح؟ ايوا ايه درك هنا في التعريف تاعنا لازم نكتبوا في ان زائد واحد بدلة ان. اذا هنا تيميد واش يدير؟ يحاول يعوض ماذا؟ في ان زائد في ان تاعنا، في ان تاعنا واش هو؟ هو لوغاريتم يو ان ناقص واحد صح؟ بصح حنا واش عندك؟ في ان زائد الان جذر، اذا عندنا لازم نشوفوا كيف نتخلصوا من الجذر. كما قد علمتم كيف نتخلصوا من الجذر هنا، هنا عندنا عده طرق، اما نكتبوا ان زائد ناقص واحد نكتبوها جذر مربع، او نستخدموا الخاصيه تاع الدوله اللوغاريتميه اللي هي واش تقول؟ واش تقول هنا؟ واش تقول؟ نحكموا نديروها تساوي الان ان ناقص واحد، نجم نكتبوها بالطريقه هذه ان جذر هذا ان ناقص واحد اس نص. نعرفوا بلي الجذر ها الجذر جذر ا نجم نكتبوها ا اس نص. فهمتوا ولا؟ هذه ملاحظه برك التذكير، نذكروا بزوز حوايج هنا اللي حنستعملوهم. جذر ا حنا نجم نكتبوه ا اس نص، هذه ملاحظه برك لبعض الطلبه ممكن نساوها ولا كذا. وملاحظه واحده اخرى خواص الدوله اللوغاريتميه الان ا اس ان راهي تساوي ان الان ا، انا مع التذكير برك بلي ا لازم يكون اكبر تمام من الصفر. فاهمين؟ خصوص خواص اللي راح نستعملوهم في اللحظه هذه بالذات. التلميذ لازم يركز معايا، حاولوا تركزوا معايا اخوتي الطلبه، وماذا بكم من بعد تعاودوا المتتالي وحدكم، يعني اذا كان عاودتوا لقيتوا نفس النتائج يعطيكم الصحه، تسمى راكم فاهمين مليح. اذا واش نديروا؟ نعاود نرجع للمتتالية تاعي، نرجع هنا، نرجع هنا، راح نقولوا ديك الساعه بلي في ان زائد واحد، في ان زائد واحد تساوي نعاود نكتبوها الان قلنا يو دي ان ناقص واحد اس نص. راح نطبقوا الخاصيه اللي تقول الان ا اس ان هي ان الان ا، تسمى النص هذا شبيه راح يهبط يجي خلف يعني في الظهر تاع اللوغاريتم، وتساوي ماذا؟ تساوي تحت تساوي تساوي نص الان يو ان ناقص واحد. شكون هي الان يو ان ناقص واحد؟ لاحظ عزيزي الطالب، الان يو ان ناقص واحد، نرجع لفوق، شكون هي الان يو ان ناقص واحد؟ هي في ان، اذا راح نستبدلوا هذه، نستبدلوا هنا الان يو ان ناقص واحد نستبدلوها بواش؟ في ان، وتساوي نص ماذا؟ في دي ان. ايوا واش معنى الكلام هذا؟ واش معنى الكلام هذا؟ واش معنى الكلام هذا؟ نعاودوا نكتبوا الشيء اللي توصلنا ليه، توصلنا انه وصلنا انه بسم الله ان في ان زائد واحد تساوي نص في في دي ان. فحسب التعريف تاع المتتالي الهندسيه بالمطابقه
مع الدرس في ان زيد واحد تساوي في ان في كيلون، وحنا لقينا في ان زيد واحد تساوي في ان في نص. اذا مش نقولوا ديك الساعه، اذا فيريان متتاليه هندسيه اساسها كيلون تساوي نص، وحد هو الاول فيري صفر. واش يساوي باش نحسبوا فيري صفر؟ شو معايا مليح كيف نحسبوا فيري صفر. لدينا نذكروا في ان واش تساوي. فيري ان هي الان فتح قوس يو ان ناقص واحد، صح ولا؟ وبالتالي فيري صفر شو يساوي؟ هو الان فتح قوس يو صفر ناقص واحد. يعني ولقاو ان نعوضوها ماذا؟ نعوضوها في يو صفر. وعندك عفوا ولقاو ان نعوضوها في صفر. وعندك يو صفر شو يساوي؟ يساوي 3 على 2. كاين واحد مقامات 3 على 2 ناقص 1، يعني 1.5 ناقص 1 هو 0.5 اللي هو نص. بالتالي في صفر تساوي الان كاين واحد المقامات تعطيك ماذا؟ تعطيك 1 على 2. الان 1 على 2 كما قد علمتم هو الان 1 ناقص الان 2، والان 1 هو صفر، اذا شو يساوي؟ ناقص الان 2. اذا في صفر شو يساوي؟ ناقص الان 2. وبالتالي المتتالية تاعي الهندسية شكون هي؟ معرفة بالاساس كيلون يساوي نص، وبالحد الاول في صفر تساوي ناقص الان 2. واضح؟ واضح مش واضح؟ مليح؟ ننتقل للسؤال الموالي بعد ما برهنا بالمتتالية الهندسية وعرفنا شكون هو الاساس تاعها والحد الاول تاعها. السؤال الموالي واش قلنا؟ قلنا حدد ليميت في ان لما ان تؤول الى زيد من، حدد ليميت في ان لما ان تؤول الى زيد من. اذا السؤال هذاك السؤال الالف اللي برهنا، السؤال با واش غنديرو؟ راح نحسب ليميت في دي ان لما ان تؤول الى زيد من. اذا اعزائي الطلبه واش لازم نديرو؟ اول حاجه لابد واش نديرو؟ انه نكتب في دي ان بدلاله ان. اذا واش نديرو؟ نلجا الى عباره الحد العام، نرجع الى عباره الحد العام تاع المتتاليه الهندسيه. واش تقول؟ يقول لك متتاليه هندسيه عباره الحد العام تاعها تساوي في ان تساوي لا في بي في كيلون على بيسونس ان ناقص بي. الحد اللي تبدا به لازم تطرح هنا من ان. تمام ولا؟ هنا اول حد تاعنا شكون هو؟ يعني بي هو هيكون هو صفر، تسمى هيكون هو في صفر في كيلون اس ان ناقص صفر اللي هو ان. واش نديرو ديك الساعه؟ نعوضو في صفر بالقيمه تاعها وكيلون بالقيمه تاعها اللي هما في صفر ناقص ان اثنين وكيلون اللي هو نص. واش تبقى لنا؟ ترجع لنا في دي ان تساوي في صفر اللي هو شكون؟ ناقص ان اثنين في كيلون اللي هو شكون؟ نص اس ان. تمام؟ واضح مش واضح؟ هذيك الساعه نحسب لا ليميت. اذا ليميت لما ان تؤول الى زيد من تاع في دي ان هو من ليميت نحو في دي ان عوضها بالقيمه تاعها اللي هي ناقص ان اثنين في نص. اذا ناقص الان اثنين في نص الكل اس ان لما ان تؤول الى زيد من. لاحظ اعزائي الطلبه راح نديروا تذكير على النهايه، تذكير نهايه المتتاليات. يقولك كي تجي تحسب ليميت كيلون اس ان لما ان تؤول الى زيد من ان واش تساوي؟ نديرو الخط هذا المحور الحق الان. هنا عندك القيمه ناقص واحد، هنا القيمه زائد واحد. واش قالوا العلماء؟ قالك اذا كان كيلون هذا محصور بين ناقص واحد وزيد واحد، كي يكون كيلون محصور بين ناقص واحد وزيد واحد، فان النهايه تاعنا واش تعطيك؟ لا ليميت تاعك تعطيك صفر. النهايه هذه واش تساوي؟ فان ليميت كيلون اس ان لما انت وزيد ان تعطيك واش؟ تعطيك تخرجك بصفر. كيلون اس ان تعطيك ماذا؟ صفر. اما اذا كان كيلون اكبر من ماذا؟ اكبر تمام من واحد، فان النهايه تاعك واش تعطيك؟ تعطيك زائد ما لا نهايه. اما اذا كان كيلون اقل من ناقص واحد فالمتتاليه اصلا غير متباعده او النهايه غير موجوده، النهايه المتتاليه تاعك متباعده والنهايه غير موجود. تمام ولا؟ نلاحظوا باللي لا ليميت تاع حنا طحنا في الحاله الحاله الاولى، حنا هنا
إذا نميت ناقص ألان اثنين في نص أس أن لما أن تؤول إلى زد من هنا، لاحظ بلي المقدار هذا نص أس أن راه محصور بين ناقص واحد وواحد هنا، هذا المقدار صفر وهذه المقدار نص راه هنا تمام. إذا المقدار هذا نص أس أن لما أن تؤول زد من هنا واش يعطيك؟ يعطيك صفر. الصفر في ناقص ألان اثنين، الصفر في ناقص ألان اثنين فهو عنصر ماس، وبالتالي النهاية تاعنا واش تعطيك؟ تعطيك صفر. إذا هذيك الساعة واش نقولوا؟ راح نقولوا بلي ليميت في لي أن لما أن تؤول إلى زايد من النهاية راهي تساوي ماذا؟ تساوي صفر، تساوي صفر. النهاية الثانية إذا هنا حساب ليميت أو أن لما أن تؤول إلى زين من خطا الشيء تاع بعض الطلبه واش يقول لي؟ يقول لي نكتب اي ان بدرجه ان، يعني نرجع الى عباره حد العام حذري، اي ان راهي متتاليه عدديه، راهي ما هي حسابيه ما هي هندسيه تمام. هنا واش نديروا؟ لابد ان نكتب اي ان بدرجه ان، صح نكتب اي ان بدرجه ان، كيف؟ انه نرجع للعلاقه اللي تربط بين اي ان و في ان. واش نديروا هنا؟ نكتب اي ان بدرجه ان. لدينا المعطيات أن في لي أن تساوي لوغاريتم أو لي أن ناقص واحد. لاحظ عزيزي الطالب برك لازم نخرج هنا واش تساوي أي أن، لازم نخرج هنا واش تساوي أي أن بدلالة ماذا؟ بدلالة في أن. إذا الحل الوحيد باش نخرجوا أي أن هنا ها واش نديرو؟ لابد أنو ندخل الدالة الأسية ديكسبونسيال على الطرفين. اذا ترجع لنا او لا بيسونس في لي ان تساوي او لا بيسونس الان او لي ان ناقص واحد. علاش؟ على العفسه هذه درناها بالعاني باش نختزل الاو او اللوغاريتم مع الاو تمام. كتذكير باش نذكر برك بعض الطلبه ان او لا بيسونس الان اكس واش تساوي اكس. علاه؟ الاو يروح مع اللوغاريتم لانه او واللوغاريتم أ هي الدالة العكسية تاع اللوغاريتم، واللوغاريتم هي الدالة العكسية تاع الدالة الأسية، والعكس صحيح، إذا وبالتالي الأ يروح مع ألان، وكيف كيف ألان أ لإكس تساوي حتى هي إكس، حتى كملاحظة برك ألان كذلك أ لابيسونس إكس راهي تساوي إكس، تمام؟ أنا بشرط برك أنو إكس لازم يكون أكبر تماما من الصفر، إكس لازم يكون أكبر تماما من الصفر، لكن أنا ما يهمش، واضح؟ إذا بعد ما اختزلنا الأ مع الألان ترجع لنا ماذا؟ واش ترجع لنا؟ ترجع لنا او لا بيسونس في دي ان تساوي او ان ناقص واحد. ننقل ناقص واحد للطرف الاخر، ترجع لنا او ان تساوي او لا بيسونس في دي ان اي زائد واحد. هذيك الساعه نجمو نحسبو لا ليميت، وبالتالي ليميت او ان لما ان تؤول الى زائد من النهايه، لاحظ واش تساوي عزيزي الطالب، هي واحد يخرج لبرا زائد ليميت باسكو النهايه تتبع المتغير. او لا بيسونس في دي ان لما ان تؤول الى زد من هنا ها عندنا احنا لقينا لا ليميت تاع في دي ان لما ان تؤول زد من هنا تروح بواش؟ تروح الى صفر. احنا كتبناها قبل ليميت في ان لما ان تؤول زد من هنا تساوي ماذا؟ صفر. اذا المقدار هذا بالصفر او لي صفر شو يساوي؟ يساوي واحد، واحد زائد واحد شو يساوي؟ النهايه تاعك تعطيك تساوي اثنين. اذا النهايه تساوي اثنين، وهذا هو الشيء اللي قلناه قبيلت. مادام برهنا باللي لاحظ من عزيزي الطالب، مادام برهنت باللي اي ان اقصر من اثنين يعني محدوده من الاعلى باثنين، تسمى حتما لا ليميت تاعها بجوار زد من راح تلقاها دوما تساوي اثنين. ان اخطات فمن نفسي ومن اصبت فمن الله، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، واخر دعوانا للحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.